السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. أوقفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 79 مؤسسة غذائية عن العمل، وأغلقت 33 منشأة أخرى خلال شهر كانون الأول الماضي على مستوى المملكة، إذ بلغت النسبة العامة للإغلاق والإيقاف 8.4% من مجموع المخالفات، حيث شملت الإيقافات عن العمل قطاعات مختلفة احتلت فيها المطاعم ومحلات السوبر ماركت النسبة الأعلى بين المؤسسات الغذائية المخالفة بنسبة تراوحت بين 26.8% و 28.9% من عدد المؤسسات المخالفة. من جهتها أتلفت دائرة المسالخ في أمانة عمان خلال العام الماضي نحو 812 طن من مختلف أنواع اللحوم غير صالحة للاستخدام البشري وتحرير 291 مخالفة، ليشهد العام الماضي انخفاضاً بنسبة 4% مقارنة مع العام الذي سبقه في مجموع الإتلافات من جميع أنواع اللحوم، وارتفاعاً تراوح بنسبة 10.4% و 17% في مجموع اللحوم المعاينة سواء الطازجة أو المجمدة، وارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2% لعدد الأغنام التي تم معاينتها وذبحها داخل المسلخ، وبنسبة 44% لعدد الأبقار، كما ارتفعت نسبة ذبح ومعاينة الدواجن بنسبة 1.3%. من هنا فإن ملف السلامة الغذائية يبقى الملف الأهم لدى المواطن الأردني، والذي تتباين ثقته فيه من مواطن لآخر. والله في شيء ما عليه وشيء ما عليه، وبدأش أنا أقول لك كله ما عليه كله عليه، في هيك وهيك بخلاش الوضع. يعني احنا بالنسبة لنا كمجتمع أردني في عندنا رقابة شديدة خاصة على الأمور هاي، يعني المؤسسة شغالة بشكل جيد جدا وقوي وممتاز، موجودة على أرض الواقع. يعني لما تقيس نفسك على الدول الثانية بتلاقي إنها موجودة، لكن في بعض التسيب وفي بعض الإهمال، لكن ما بنطبق بجوز في العاصمة عمان يختلف عن المحافظات، بس موجودة وشغالة بشكل جيد. والله دورها كويس وفعال، يعني فعال على أساس إنه الواحد يعني يفكر إنه ما يغلط. أما لو ما في رقابة طبعا الإنسان لازم يغلط، بس طالما في رقابة الإنسان أكيد ما بيغلط. يعني مؤسسة الغذاء والدواء مشكلتها إنها بتراقب التاجر التجزئة، ما بتراقب المنبع أو المصدر الرئيسي لأصناف الغذاء. طبعا بطبيعة الحال في يعني في أمور ممكن تكون جيدة فيها لا بأس، وخصوصا أنه المستفيد بالأول وبالآخر اللي هو المستهلك. السيء فيها مش على كل المنتجات، مش لكل المنتجات يعني، وفي استثناءات كثيرة. والله لا بأس، لكن بتعرف الإنسان بنتقي الشيء الجيد من أجل صحته من أجل منفعته منه، يعني ولو كان الفارق بسيط هو بناء الإنسان اللي بنتقي الأحسن. من خلال كل ما تقدم نفتح اليوم ملف السلامة الغذائية في الأردن من جديد، ونتساءل ماذا أنجزنا في العام 2013، ماذا سننجز في العام الحالي، ثقة المواطن بغذائه ودوائه كيف نعمقها، ما مدى الرقابة على الجميع، مطاعم محال وحتى أسواق شعبية تغزوها منشطات ومنتجات يجدها الكثيرون غير معروفة المصدر. لمناقشة كل ما سلف اسمحوا لنا أن نستضيف كل من الدكتور هاي العبيدات المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والدكتور رائد حجازين رئيس اللجنة الصحية النيابية. بعد الفصل. اهلا بكم. اذا نفتح اليوم ملف السلامه الغذائيه وضيفي حلقه الليله دكتور هايل عبيدات المدير العام للمؤسسه العامه للغذاء والدواء، اهلا بك، شرفتنا دكتورك. اهلا وسهلا. والدكتور رائد حجازين رئيس اللجنه الصحيه النيابيه، اهلا بك دكتور رائد. اهلا بك، شرفتوني بحضوركم. هلا. بدايه هلا. وبدي ابدا منك دكتور هايل، ما الجديد في ملف السلامه الغذائيه في الاردن؟ وهذا سؤال بدي جاوبني عليه بدقيقتين عشان بس مدخل سريع. طيب انا بشكرك اخ محمد، وبشكر تلفزيون رؤيا لاتاحه الفرصة للتركيز على موضوع السلامة الغذائية. نعم. لابد بداية أني أذكر أن الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة هي لضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، من لما يكون مادة خام إلى أن يصل إلى صحن المستهلك، والشيء الثاني سلامة الدواء والاطمئنان إلى فاعليته ومأمونيته، وسلامة أي مواد أخرى
مثل مستلزمات الطبية أو أموال وردت في النص. نعم. كانت في أسباب لإنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعد أن مكثت ما يقارب 10 سنوات في أدراج حكومات سابقة منذ التسعينات إلى أن رأت النور في عام 2003 تحت قانون رقم 31 واكتسب الصفة القطعية ووشح بالإرادة الملكية. نعم. الأسباب الموجبة، أهم الأسباب كانت هو انتشار ظاهرة التزوير والتسوق الإلكتروني، وأيضا الإفراط الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية والهرمونات في مجال إنتاج الغذاء وتصنيعه. نعم. فكان لابد من وجود سلطة وطنية للإشراف والإطمئنان إلى مأمونية الغذاء. طيب. والدواء معا، إضافة أنه في التزامات للأردن بدخوله منظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية، التزامات دولية. نعم. فهذا. طيب. الجديد عندنا أنه حاليا بعد ما يقارب السنتين ما أصبحت المؤسسة تقوم بدور تفتيشي روتيني، ولا نتعامل فقط زي ما كنا نتعامل في السابق، البلد تغيرت والاقتصاد تغير، أصبح الآن الموضوع مش موضوع دكان مفتوح في أحد الأحياء الشعبية أو في منطقة سكنية. طيب. حاليا في رقابة بتشدد وتختار أهم الجوانب في سلسلة إنتاج الغذاء، وأيضا ضمن نظام الانتقائي نظرا لمحدودية الإمكانيات لدى المؤسسة من حيث الكوادر، نختار نظام الانتقائي المبني على درجة الخطورة للمنتج أولا، وثانيا الخطورة المحتملة يعني من تعرض لأمراض. نعم. أو وبائية. يعني دكتور. نعم. هاي بفهم من كلامك أنه إحنا أمام تجديد أكثر. نعم. رقابة أكثر وعمل أكثر للمؤسسة، ومفهوم متكامل للرقابة يبدأ من الإجراءات القانونية الرادعة التي تضمن أولا الالتزام بالقواعد الفنية والتشريعات، وثانيا تشجيع المؤسسات الغذائية والقطاع الخاص على تطبيق برامج ذاتية رقابية على نفسها، وتوعية الإجراءات الرادعة تحديدا أنك ذكرت، وتوعية المستهلك أيضا بالتأكيد. نعم. وتوعية المستهلك، لكن قبل والأهم ذلك والأهم من ذلك تكريس مبدأ الشفافية والتعاون مع الجهات. واضح جدا. طيب دكتور رائد، شو رأيك في السلام الغذائي الأردني بداية؟ اولا بصراحه نحكي اليوم، اولا شكرا طبعا لا شكرا لا لك، شكرا لك ولتلفزيون رؤيا على هذه الاستضافه، وامسي على جميع مشاهدين هذه القناه الحبيبه. يا سيدي، انا اعتقد مؤسسه الغذاء والدواء بامكانياتها المتواضعه، واسمح لي ان اقول بامكانياتها المتواضعه، واسمح لي من خلال شاشتكم ان اتوجه بالشكر لها رئيسا وكوادرا، لأنها تقوم فعلا بما يمليه عليها ضميرها العملي والعلمي. نعم. ورقم اثنين، إذا علمنا أن هذه المؤسسة هي مؤسسة ذاتية التمويل، يعني هم لا بيأخذوا رواتبهم من حدا، هم بمولوا حالهم، بالعكس كمان هم بيرفدوا الخزينة، زائد لما أنا أعرف أنه عندهم 40 مفتش، 42 مفتش، وبيقوموا ب 160,000 زيارة بالسنة على منشآت وعلى مطاعم وعلى أي إخبارية بتيجيهم، فهذا عمل يشكر عليه. أنا أعتقد بشكل عام نعم. لم نصل نحن إلى الكمال، الفساد الغذائي موجود ليس في الأردن فقط، موجود في كل الدول العربية. نحن نطمح فعلا أن يكون لدينا غذاء سليم بمواصفات سليمة، مراقب من أول خط الإنتاج إلى التسويق والبيع وبكل مراحله. نعم. نحن هذا اللي نطمح فيه. جميل. ونحن نقول إنه المؤسسة بهاي الكوادر، ومن هون أنا بقول يجب دعم هاي المؤسسة، رفضها بالكوادر، حتى تصبح هذه المؤسسة كما أصبحت مؤسساتنا السابقة، جيشنا العربي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، كيف كنا إحنا نودي الكوادر إلى الخليج وإلى دول أخرى، هذه المؤسسة نحن نتأمل فعلا من خلال كوادرها والتدريب اللي عم بيصير فيها
انه فعلا ان نرفض الدول الشقيقة بالكفاءات منها. ولكنك مطمئن على السلامة الغذائية؟ نوعا ما مقبولة، مقبولة. انا لا انا ما بقول 100%، انا بقول مقبولة ادنى درجات النجاح، افهم من كلامك يعني مقبول، جيد، جيد جدا، امتياز، يعني لا 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 جيد جيد بشكل جيد، لانه الكمال الكمال ما في كمال أكيد. واحنا كل يوم عم نسمع بجوز نحن وانتم من خلال انه اليوم انمسك غذاء فاسد بالمحل الفلاني وصفقه كذا انت دخلت في هذا الباب وانا بدي اظني في هذا الباب. نعم. كل يوم بنسمع اتلاف وسكرنا مؤسسه وسكرنا مطعم واعطيه 10 ايام 5 ايام اللي تسكر ورجع بفتح. نعم صح؟ نعم. طيب شو هاي وين رقابتكم؟ طالما انه انتم عملتوا عملتوا حمله تفتيش على سلسله مثلا من المطاعم او المحال او ايا كان يكون او المصانع او ايا كان، وسكرتوا المطعم اليوم برجع بفتح بعد 5 ايام، شو عدل اوضاعه بعد 5 ايام مثلا؟ طبعا في زيارات متابعه لغايه التاكد من انه المخالفات التي تم المخالفه على اساسها انها ازيلت. فتتابع أول زيارة وتتابع 3 زيارات لغاية الاطمئنان لعدم التكرار. لكن نحن ما نطمح إليه حاليا هو بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الرقابية ومن ضمنها إخواننا في مجلس النواب لغاية صياغة قانون غذاء عصري يمنع أو يحد من الإزدواجية في تطبيق بعض المعايير والقوانين والتعليمات، إضافة إلى الانتشار الأوسع جغرافيا ضمن المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم افتتاح مؤخرا فرعي الزرقاء وإربد لتغطية زمان كنت في عمان بس فقط، وحاليا بالأول أمس بدأ تشغيل فرع الكرك وإن شاء الله افتتاحه راح يكون قريب جدا. هذه باقي المحافظات شو بيصير فيها؟ لا احنا أخذناها يعني موضوع أقاليم، لا نستطيع أن نكون بدائل لآخرين، لا نستطيع أن نكون بذلاء للبلديات أو وزارة الصحة والبلديات. نعم وزارة الصحة والبلديات، إحنا دورنا رقابي بتطبيق قواعد فنية وتشريعات عالمية، وليس دورنا هو فقط مسألة الإغلاق والإتلاف. إحنا نأمل أن نصل للمواطن اللي يساعدنا من خلال حملات التوعية، بحيث المواطن هو يكون شريك اساسي معنا لصياغه. بس يا دكتور معلش انا بدي اركز في هاي النقطه، يعني احنا الموضوع اذا سكرنا المحل وكان في مخالفه تضر بصحه المواطن، نعم، وبرجع بفتح 5 ايام بعد 5 ايام وعدل المخالفه، صح، اذا كانت المخالفه بالمنتج، نعم، بعد 5 ايام بعدين بعد شهر شو بيضمنكم انه يضل هو؟ لا المنتج اللي بتتم موجود فيه مخالفة يتم التحفظ عليه وفحصه مخبريا، وإذا كان بالكشف الحسي هو غير صالح يتم إتلافه مباشرة. مسألة إتلاف المنتج في نفس اللحظة أو في نفس اليوم أو خلال فترة الإغلاق هي مسألة روتين في عملنا. شو عقوبة صاحب المحل؟ عقوبته يحول للقضاء في قانون الدواء القانون الغذاء، وإحنا ما منتدخل بسلطة القضاء طبعا. هو يحاكم بغرامة ويحاكم أيضا بعقوبة سجن حسب درجة المخالفة. تعطيني بالله قديش يعني تقريبا يعني الغرامة تبدأ من قديش؟ يعني الغرامات تبدأ من 5 ليرات. لا سيدي لا هذيك في قانون الصحة العامة وفي البلديات لأنهم بخالفوا على قانون ترخيص المهن بحد أعلى 25 دينار. لا قانون حد أعلى 25 دينار في البلدية ترخيص المهن، نعم. يعني المحافظات اللي دور وزارة الصحة والبلديات فيها الرقابة إذا البلدية لقطت مخالفة 25 دينار، 25 ل 30 دينار، نعم، كثير. بينما إحنا في قانون الغذاء تصل المخالفات لعشرة واثناشر ألف وخمسة آلاف. من هون أهمية تفعيل قانون الغذاء ليؤخذ كمرجع. جميل، قديش اللي حد الأدنى للمخالفة؟ الحد الأدنى يعني لا سيدي 500 دينار، وحد أدنى 100 دينار لإعادة الفتح، 100 دينار فقط لا غير. والله طبعا هذه أنا غير كافية. أنا جميل دكتور أسمع 500 دينار وبفتح محل لا 500 غير المية مزبوط يعني شوف أنا معك فيما ذهبت إليه. أنا بتأمل نحن الآن وأنا أعلنها عن من خلال شاشتكم، نحن بين يدينا قانون الرقابة على الغذاء الجديد، وإن شاء الله أعدك وإن شاء الله لنا لقاء بعد إقرار هذا القانون. هذا القانون نحن بالتعاون مع الإخوة في مديرية الغذاء والدواء ووزارة الصحة بصدد وضع تشريع قانون الرقابة على الغذاء، قانون حديث، وأعدك
أن العقوبات اللي تكلمنا عليها يعني سنعمل ما جهدنا وبالتعاون مع إخواننا القانونيين أولا على تغليظ العقوبة، وثانيا على جمع العقوبات. لن نسمح لمن أعطى الناس غذاء فاسدا أو أنتج منتجا فاسدا إنه يدفع 500 ليرة ويفتح ثاني يوم أو يدفع 100 ليرة، لا، بده يتحمل عقوبات أكثر. وإذا حكم فرضا بثلاث سنين وجريمة ثانية بثلاث سنين أن تجمع التنتين سوا، حتى يعرف إنه جمع العقوبة، مثل ما مبارح إخواننا باللجنة القانونية اشتغلوا على سرقة السيارات، إنه اللي بيسرق عم رح يعتبروها جناية، وإنه بده ياكله مثلا سنتين، وإذا سرق سيارة ثانية سنتين وسيارة ثالثة سنتين، تجمع كلها، مش إنه ينعطى العقوبة لمرة واحدة. يعني عملية تجميع. فبالتالي تجميع العقوبات، وإن شاء الله من خلال هذا القانون الذي سينظم الرقابة على الغذاء في كل الأردن، في كل الأردن وبالتعاون مع الإخوة في مديرية الغذاء، مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصحة والبلديات، سنصل بالأردن ليكون في مصاف الدول المحترمة اللي فعلا تحاول قدر الإمكان أن نكون منتجين لغذاء ومتداولين لغذاء سليم ومنتجين لغذاء سليم. جميل. وعارضين حتى بائعين لغذاء سليم. طيب كلام جميل، بس اسمح لي أضيف مما يضمن سلامة المستهلك وعدم التعسف في تطبيق طبعًا القانون طبعًا دون الإضرار بمصالح أو بالاقتصاد الوطني طبعًا. بمعنى القطاع الصناعي والتجاري. كلام جميل. طيب. أنا يعني لأنه إحنا بنحكي عن غذاء ودواء، طيب، فبدكم بدي أستأذنكم نتابع سوية تقرير صورته كاميرا رؤية، نعم، حول موضوع الغذاء والدواء في إحدى محافظات المملكة، نتابع سوية التقرير ونكمل بعدها حوارنا. سوق الجمعة في إربد إنه مقصد الفقراء وذوي الدخل المتوسط. في هذا السوق كل شيء يباع، خضروات وأسماك ومعلبات، كل شيء يباع حتى الممنوعات. أصبح السوق جاذباً للشبان بفضل ما يباع على بسطاته من منشطات جنسية لا تخضع لأي رقابة. يعني منشطات جنسية بتنباع على البسطات، وصرنا نمشي نلاقي بسطات نتعثر ببسطات بسوق الجمعة كلها منشطات جنسية مقلدة. والله ابن خالتي أخذ من سوق الحمام منشطات جنسية وما فيش معداش عليها تقريبا 20 ساعة من أول ما أخذها إلا كنا بدنا نوديه يعني على الثلاجات عشان ندفنه، ومات من وراها يعني. التصوير للمعروضات تم دون إعاقة، أما تصوير عمليات البيع والشراء فتطلب كاميرا مخفية. 10 حبات 5 دراس 10 حبات 3 4 5 6 7 8 9 10. سوق يقبل عليه الناس رغم إدراكهم لتدني مستوى المواد المعروضة فيه، لكنها الحاجة تدفعهم لذلك. أما البقية فيقبلون على المنشطات الجنسية مغامرين بحياتهم في ظل فوضى عملية بيعها. هذا إذن كان تقريرا من محافظة إربد و هيعين من المواد اللي نعم شفتها في التقرير، وبدي اسمع بعد اذنك تعليقك على ما ورد في التقرير. اولا يعني للتوضيح بالنسبه للاسواق الشعبيه ليست من اختصاص المؤسسه العامه للغذاء والدواء، لانه في جهات اخرى تراقب. مين المختص في هاي الاسواق؟ الاسواق الشعبيه هي اختصاص البلديات. ومع ذلك هذا لا يعني اني اعطي مبرر لوجود مثل هذا الشيء. صحيح انه هذا مغرق السوق لانه نتيجه فيه تجاره غير مشروعه في موضوع الادويه المزوره والمقلده والتي تاتي تهريبا. هاي كلها تهريب؟ نعم، هذه تهريب وليست مسجله في المؤسسه العامه للغذاء والدواء ولا في دوله اخرى كمان.
هو بتعرف انت كل هاي الاغراض اللي قدامك عارف لانه ماسكين منهم انت ادويه جنسيه آه. كل هي منشطات عارفين قديش هذول حقهم كلهم الاغراض هذول بجوز اقل من دينارين هذول 28 دينار كله. بلاش الا ربع 28 دينار كثير سيدي والله ضاحكين عليكم كمان ضاحكين عليكم بس 28 دينار كلهم كلهم طيب هذا الحب الوحده الاصليه منها 12 دينار الحب الوحده الاصليه 12 دينار الوحده يعني هاي بيطلع حقه 48 ليره لحاله هلا هون اللي انا بدي اوضحه سيدي احنا هذا مسكنا منه كميات كبيره من هذول الامن من هاي المنتجات اللي تباع منتجات تقدر اللي مسكناها واتلفناها تقدر بالمليون و300 الف دينار مبلغ مو سهل ولما نحللهم في جزء منهم كان موجود فيه 7 أضعاف الكميه الطبيعيه الموجوده في الحب المصنع مثيلتها الصحيحة 7 أضعاف وما ببالغ إذا بقول لك 12 ضعف فما بالك إذا أجت لمريض متقدم بالسن وأخذ زي هيك دواء وفي نوع ثاني موجود محشو فقط لا غير بودرة أو طحين من هذه الأدوية من هذه الأدوية نفسها فهي خطورتها أنه في استنزاف للمواطن عبر الشاشة استنزاف مالي لجيب المواطن هاي واحد الشيء الثاني المواطن لا يحصل على الفائدة الطبية المرجوة من هذا العلاج نعم لا يحصل عليها نعم بل بالعكس تؤدي لأضرار ممكن تؤدي لأمراض أخرى وتعقد الأمور وقد طيب. تؤدي للوفاة أو لقصور كلى لأنه لا تخضع لمعايير طيب اسمح لي بس لأنه إحنا بدي أقدر أتابع في هذا الموضوع وأنت ذكرت أن الجهة المسؤولة عن وجود مثل هذه الأمور في أسواقها والمسؤول عن الأسواق الشعبية تحديدا هي البلديات ومعنا عبر الهاتف رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني مهندس حسين الله يسعد مساك بداية ومساك يا سيدي الجميع يعني أنا بكون آمل أن تكون تابعت التقرير وأن تكون تتابعنا الآن الحقيقة رصدنا في أسواق إربد الشعبية مجموعة من الأدوية التي تباع هي أدوية غير سليمة بقدر أحكيها وغير صحية غير أمينة وغير أمينة والسؤال الكلام والحديث اليوم أن المسؤولية عن مراقبة الأسواق الشعبية وما يباع فيها ومدى صحته وسلامته هي البلديات هذا كل ما هو أمامي الآن هو من إربد ما الذي حدث لماذا أين الرقابة على الأسواق الشعبية في إربد يا سيدي الله يمسك بخير جميع ويعطيك العافية أهلا وشكرا لمحطة التلفزيون رؤيا اللي بتتابع يعني هم المواطنين بالنسبة سيدي لسوق الجمعة اللي بسموه سوق الجمعة سيدي هذا السوق هو خارج عن إرادة يعني قدرتنا لوحدنا كبلدي أن نسيطر عليه هو سوق كبير جدا وجود عنده خلال تصوير كله هو يتجاوز آلاف البصات احنا يعني قبل أسبوع نقول كان في اتصال ما بينه وبين عطوبة محافظ إربد ومدير الشرطة انه لازم يكون في تعاون ما بيننا وبينهم لانه احنا المراقبين اسواقهم عباره عن موظفين وهؤلاء اصحاب البسطات في جزء منهم للاسف طبعا يعني لا يمكن التفاهم معهم اذا ما كان في تعاون كذي ما بين الجهات الامنيه ومراقبين البلديه لا يمكن السيطره على سوق مثل هذا السوق مهندس حسين احنا في كان يعني كمان برضو قبل اسبوعين والحمد لله تم توقيع اتفاقيه ما بيننا وبين خلينا نقول جهه دار الغذاء والدواء دار الغذاء والدواء مع الدكتور هاي العبيدات يا مهندس حسين اسمح لي بس سؤال سيدي نعم تطلب انت ان يكون هناك تنسيق مع الجهات الامنيه لضبط السوق كونه مساحته واسعه وفي 1000 بسطه طب نعم. انتم خاطبتوا الجهات الامنيه ورفضت مثلا انها تكون معاكم في اطار رقابه هو يا سيدي ما رفضوا هم قالوا انه ان شاء الله راح نرتب وبعدنا منرتب سيدي قديش له الترتيب الترتيب له سيدي اكثر من شهر أكثر. انا يعني منتخب جديد خلينا نقول صارنا شهر انتم متى رصدتوا هاي المواد في السوق يا مهندس حسين والله يا سيدي احنا مش ما في مواد معينه لكن هو السوق هذا بيحوى كمان حتى مواد غذائيه بجوز تكون فاسده خلينا نقول لهذا السبب تم الاتصال مع اداره الغذاء والدواء انه صار هلا في اتفاقيه بيننا وبينهم انه يطلع فريق مشترك يعني فرق مشتركه ما بيننا وبينهم لضبط هاي المواد لكن اذا ما كان في تعاون من الجهات الامنيه معنا
لا يمكن لمراقبين أن يسيطروا على هذا الوضع. كمراقب غذاء ودواء عندكم أو كمراقب على الأغذية في بلدية إربد؟ في دائرة إحنا نقول دائرة الصحة اللي هي تابعة للبلدية إربد تتجاوز 30 موظف اللي هم مراقبين في الأسواق. 30 موظف؟ نعم، بس هذا العدد سيدي يعني بدهم يتعاملوا مع ناس، بيتعاملوا مع مواد، في جزء خلينا نقول جزء منهم بيتعاملوا مع مواد ممنوعة أو مواد مش مرخصة أو مواد مش مستوردة قانونياً. التعامل مع الناس بدها جهات أمنية سيدي. تتعاملوا مع الناس اللي انتوا بتعاملوا مع البائع في السوق ولا بتعاملوا مع المهرب نفسه؟ لا احنا جهة أمنية. احنا عندنا سيدي من الناس اللي ببسطوا بهذه البضاعة اللي بيعرضوها للبيع، هذول بدهم قوة أمنية للتعامل معهم، ما بتقدروا تتعاملوا معهم مباشرة. بالضبط سيدي، بدهم قوة أمنية. طيب. مع مراقبيننا. طيب خليك معنا مهندس حسين أرجوك. نعم. دكتور نعم. هايل التعاون بينكم وبين بلدية إربد وثيق جدا ووقع، وأنا زرت يعني وبشكر سعادة رئيس البلدية وفعلا في تعاون وثيق في الموضوع هذا. ولكن زي ما تفضل مسألة العوائق الأمنية حقيقة، لأنه أنت بتتعامل مع مجموعات، وأنا بضرب مثلا أنه العام الماضي في الزرقاء كنا مع الإدارة الملكية لشرطة البيئة ونجهلهم التحية لأنهم دائما هم معنا، صراحة طلعونا بالسيوف والشفرات، فكنا اللي مسكناهم يوميتها 15 طن، مش 15 علبة، 15 طن، 15 طن بين منشطات ومقويات وخلطات سحرية أعشاب ومن عارف إيش، وكلها هاي مواد غير صالحة للاستهلاك، غير مأمونة، غير مأمونة، غير مأمونة. هذه مش غذاء، هذه أدوية، فيها مواد كيميائية، فيها أعشاب، فيها أحيانا في طبعا نوع ثاني. ليش قلت لك أطنان 15 طن؟ لأنه كان في اللي هي تبعون العطارة ويستخدموا الخلطات العشبية. دكتور لا أنا دقيق في رقمي سيدي. نعم. واللي استطعنا نخرجه لأنهم هجموا ما يقارب 40 شخص على المجموعة اللي كانوا هم 5 أشخاص وهجم علينا 70، اللي استطعنا نخرجه في سياراتنا فقط 7 طن. رجعنا ثاني يوم وجبنا الباقي 8 طن. نعم. وهذا كان معكم مرافقة أمنية؟ هذا العام الماضي مرافقة أمنية طبعا. وأنتم بحاجة إلى مرافقة أمنية؟ وبحاجة دائما. طيب. والتعاون مع الأمن العام يعني على قدم وساق. دكتور رائد. نعم. يعني في واحد في منطقة البيادر تناول بعض هذه الأدوية 20 ساعة كان معطيك عمره. يا سيدي أنا يعني لن أزيد على ما تفضل به عطوفة الدكتور. أولا هذه الأدوية عندما تكون محطوطة على البسطات في الشارع، البسطة. نحن نعلم أن الأدوية هناك أسس لحفظ الأدوية، يعني في درجة حرارة معينة لحفظها، درجة هاي، طريقة استيرادها، شهادات المنشأ، وحتى نعرف شو مكوناتها. مثل ما قال الدكتور، أنا إذا كان لازم يكون فرضا في هذه الحبة 50 ميلي جرام، ماذا يمنع أنه هاي يكون فيها 200 ميلي جرام أو 400 ميلي جرام؟ أي واحد بيأخذ هذه الحبوب إذا عنده أي مرض قلبي هذا أو بيأخذ علاج موسعات الشرايين ممكن حبة واحدة تقضي عليه فورا. وبالتالي إحنا هاي الأدوية اللي تباع على البسطات. ولذلك نحكي على البسطات. ولذلك هلا هذول إحنا لا بنعرف شو مكوناتهم، لم نعرف لأنه هذول لا فيهم شهادة منشأ. هذول كلهم. أنا ما بستثني من أي من هاي. وإحنا بجوز من ما عم نشوفه في بعض الدول إنه ممكن أنت تكتب أي إشي عليها. أنا شو الضمان إنه اللي مكتوب عليها صحيح؟ ما في ضمان لأي شيء مكتوب عليها. ما في ضمان طبعاً. بس اللي تباع على البسطات. هي للإضافة. أخواننا الكرام. أول إشي يعني لابد إنه ننظر للوضع الإقليمي حولنا. الوضع الإقليمي في غياب لأجهزة الرقابة ومن ضمنها الأجهزة الرقابة الغذاء والدواء في الدول المجاورة نتيجة الأحداث والظروف الموجودة، فأصبحت المؤسسات الرقابية في الأردن عليها أعباء أكبر. لكن ما زلنا ما بحكيها ومسؤول عن كلامي أنه لسنا دولة مصدرة لهيك مواد، إحنا لحد الآن دولة عبور ممر. ولكن ما في أماكن تسويق لأنه في مداهمة يعني في رقابة حثيثة مش عم بيقدروا سيدي هذول في المين بس أنا معلش أحكي. بس أهم شيء إنها ما تنوجد سيدي في المؤسسات الصيدلانية، هذا بالنسبة لنا إحنا دورنا. يعني بتروح على الصيدليات أنا بقول لك إنه كل صيدليات المملكة لقينا فيها 12 حبة دواء مقلد، 12 حبة يعني بينما يا دكتور اللي لقيناهن مع الأفراد سيدي مع الأفراد كان 1,380,000 حبة. طيب المهندس حسين بني هاني معنا؟ مهندس حسين معكم سيدي معكم. مهندس حسين أنا بس رسالتك الأخيرة للمواطنين في إربد
ماذا تقول يعني هل الأجهزة الأمنية أعطتكم رد خبر متى راح يكون معكم مرافقة أمنية، متى تقدر تضبطوا هذه الظواهر، وخصوصا السوق الشعبي تابعنا فيه أيضا مواد أخرى تباع، سمك في الشارع محطوط سمك مكشوف ومأكولات في الشارع، يعني المواطن بالآخر بدور على الأرخص حتى يوفر عجيبته، وبنعرف حال المواطن، فلما يلاقي كل هاي الأدوية ب 28 ليرة وبقول الدكتور هاي المضحوك علينا فيهم لسه كمان. رسالتك مهندس حسين. يا سيدي الله يمسك الخير من جديد الجميع والدكتور هايل. يعني احنا التعامل ما بين وبين دائرة الغذاء والدواء للأمانة داخل السواق وداخل المولات الحمد لله ممتاز جدا، وفي سيطرة في متابعة وما في عندنا أي مشاكل. نعم. لكن هاي الأسواق سيدي اللي هي خارج خلينا نقول نطاق سيطرتنا. أنا بتمنى على الجهات الأمنية عبر محط عبر التلفزيون إن شاء الله انه يكون في تعاون قريب جدا، لانه الوضع هو في ازدياد خلينا نقول، والوضع سيء جدا. ما ان برجع بعيد انه ما ان قدره سيده على السيطره على هذا الوضع اذا ما كان معنا قوات امنيه، جهات امنيه بالمعنى الكلمه ان تدعمنا سيدي وتتعاون معنا. واضحه لاخواننا المواطنين، انا بتمنى عليهم انه يكونوا هم يعني حريصين على صحتهم وعلى لا. انه يعني هاي المواد اللي هي بتنباع قاعدة بأسواق شعبية من كانت من أدوية لغذاء أكيد هي راح تكون مش صالحة، لا يعني المواد الصالحة هي داخل الصيدليات وداخل الأسواق المرخصة. سوق مش مرخص سيدي ولا مرخص فيه منهم ولا بسطة ولا صاحب كشك ولا صاحب عربين. أشكرك. بدها تكون في مواد مش صالحة. أشكرك كل الشكر رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يعني كل هاي المواد والله انه يعني هي المواطن بيدور كمان، يعني صحيح بيدور يعني على الارخص على الارخيص، بس الارخيص اذا يعني من هاي 12 دينار واي كلها الحبه. هلا المشكله انه الان هلا هذا خلينا نحكي، انا ما بدنا نعمل دعايه بس هاي خلينا نحكي بالحبه الزرقاء اللي تستعمل كمنشط الان هي تستعمل لامراض الرئتين والقلب والرئتين والرئتين، فبالتالي يعني هي دواء فايتال. انا كنا نستخدمها لوالدتي، كنا نستخدمها لوالدتي حبة الصبح حبة المساء، كنا ناخذ الحبة بهذاك الوقت قبل سنتين 9 دنانير الحبة. فيعني أنا يعني كيف بدك تقنعني إنه الحبة اللي بتسع دنانير بالصيدلية بتكون حق العشر حبات بليرة ولا بليرتين العشرة؟ يعني إشي مش ممكن. ولذلك أنا من خلالكم أنا أناشد إخواننا المواطنين، فأنا ما بقول ما تاخذوا، من هو بحاجة فليذهب إلى الطبيب وياخذ وصفة ويفحصه، إذا كان بتفيده هيك أدوية بكتب له إياها بوصفة وبيشتريها بالدواء مرخص آمن معروف أصله وفصله. أما إنك تأخذ لمجرد إنه والله فلان جرب أو هاي أرخص، هذا الحكي مش سليم. والله يا دكتور أنا مش عارف شو بدي أقول لك. لا سيدي هي هذه أسهل أنواع التزوير، هذول لأنه هو بزور لك مش بالمحتوى، بزور لك بالباكيج بالباكيت، وهذه يعني مغلف فقط، هو المزور فقط لا غير من جوا كلها. نعم هذه اسهل انواع التزوير. عرفت كيف؟ يعني اي مطبعه بتزور لك الباكيت هذا. نعم حتى في يعني كل هاي هاي امور سهله. نعم. التزوير. نعم. وبتمشي بالسوق، ممكن تعطي اوردر خارجي لمطبعه خارجيه ويجي لك نفس الشيء بنفس. هذه اسهل انواع التزوير. الاخطر منه هو التزوير بالمحتويات. عرفت كيف؟ هذا يعني المهم فاحنا بنناشد المواطنين دكتور بس عشان هيك مكونات الدواء هي المهم وليست مهم طبعا الكتاب. نعم. بس هذول اهم من هيك انه انا بالمناسبه تسمح لي يعني انه برضه حتى ما يصير خلط، هذه يعني ما لها علاقه لا بصناعه وطنيه دوائيه ولا بسوق دوائي صيدلاني. هذا كله مواد مهربه، منتج مهرب ومنتج اردني. نعم. مش منتج اردني يعني احنا بالضبط. نعم. يعني صيدلياتنا ونقابه الصيادله وبنفس الوقت اتحاد منتجين الادويه بيمثل كل الصناعه الدوائيه، احنا بنوجه لهم كل الشكر لانهم عم يتعاونوا معنا بالمواضيع. عشان قبل ما اطلع الفاصل. نعم. هذول انت قديش بتخمن سعرهم كلهم على بعض هيك؟ هذا لا مش اكثر من دينارين ثلاثه هذول كلهم ابدا، بس انت رايح يصير بكثير يعني احنا رايحين شارين بكثير. هم 28 مش كثير، فانا لما تقول لي بعدين لو ازيت من عندنا عينات نعطيكم اياها بلاش. من هون احنا فعلا بنقول احنا لابد من تكريس مبدا الشفافيه والتعاون في اعمال المؤسسه مع كل القطاعات سواء اعلاميه قطاع خاص قطاع عام الى اخره. طيب الثقه في السلامه الغذائيه وما الجديد وكيف يمكننا ان نتابع كل هذه القضايا اللي حقيقة تمس كل مواطن منا ستكون محاورنا بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد، مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام وبعض التعليقات والمداخلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. على القطاونة عبر تويتر بيقول اللي انكشف بالجويد اليوم والبسكوت الفاسد هذا يدل على أنه ما في رقابة وهي معدومة للأسف. رح نفتح أخ علي الآن ملف البسكوت تحديدا اللي تم اكتشافه. مداخلة عبر تويتر: لا أثق بالغذاء والدواء، بصرنا ناكل وإحنا مغمضين عيوننا. خميس يسأل: لماذا لا يتم إغلاق بعض المطاعم الكبرى رغم إثبات مخالفتها فقط لأن أصحابها متنفذين؟ وسؤالك دكتور هايل. محمد بيقول: في سوق بمنطقة حي نزال في عمان اسمه سوق الثلاثة، تقريبا كل إشي بنباع فيه مواد غذائية فاسدة. أسمع تعليقك أول إشي على موضوع سوق الثلاثة والمطاعم الكبرى والمتنفذين. يعني سيدي، احنا أول إشي نطبق القانون على جميع من يخالف، ما في عنا لا صغير ولا كبير، ونحن على مسافة واحدة من أي طرف وأي جهة، وبدون ما نعلن مين هم اللي خالفوا على الإعلام، لكن أنا بأكد لك أنه أنا في عندي وقدامي عندي أكثر 10 شركات خالفت، الأكثر مخالفة من حيث الوزن، بحيث أنه أحد الشركات 1843 طن إتلاف. مين هاي الشركة؟ يعني الاسم. انتوا لماذا تحفظون على اسماء الشركات؟ بالقانون، الشركات القانون لا ان شاء الله بالقانون لا. احنا القانون. سيكون وعندنا غاية الشركة العاشرة 100 طن، يعني اعلان قوانين للمخالفين سيكون ان شاء الله الامام ما يقارب 52 ألف إرسالية في العام الواحد، وكل إرسالية ممكن تحتوي على آلاف من البنود، يعني هذا مقابلها في 580 ألف بند يعني غذائي في العام الواحد بندخلنا، ومع ذلك نسبة المخالف فيها كغذاء مستورد هو 0.53% أقل من واحد، وهذه النسبة احنا مرتاحين لها ونطمئن. نعم. للداخل للبلد. يعني في مطاعم كبرى وفي متنفذين. نعم. انتوا بيغلقوا عادي، بيغلقوا ما عندكم مشكلة، ما عندنا، ما في واسطة ثاني يوم يفتح ابدا، جميعنا سواسية امام القانون، وانا طيب. اول شخص تحت القانون. ممتاز. سوق الثلاثة في حي نزال سوق شعبي اختصاص أمانة العاصمة، كمان أمانة العاصمة لأن دخل إحنا حلقات التداول للغذاء لسلامة الغذاء. جميل. طيب دكتور رائد، قضية أثيرت في موضوع البسكوت وسؤال عن القطاونة. يا سيدي أولا شكرا لك. قبل أن أتكلم عن البسكوت بس أريد أن أقول للأخي علي القطاونة ولغيره أنه البسكوت اللي بدنا نحكي عنه في القضية هو ليس منتج أردني، وليس صناعة أردنية ولا أي مصنع أردني، هو منتج إندونيسي ومش جاي للسوق الأردني، ودخل صالحا إندونيسي جاي من إندونيسيا خلال الأردن للعراق، ولما دخل هذه الشحنة، أنا بدي أحكي من البداية إذا بتسمح لي. تفضل أرجوك. طبعا دخلت هذه الشحنة إلى الأردن على أساس من خلال برنامج الغذاء العالمي كي تصدر إلى أطفال العراق وأطفال المدارس والنساء الحوامل، على أساس أنه مادة بسكوت مدعم بالفيتامينات والبروتينات. عندما دخلت الشحنة إلى الأردن فحصت من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ووجدت صالحة للاستهلاك البشري ومدة الصلاحية عليها صالحة. بقيت قديش مدة الصلاحية كانت؟ كانت لنهاية لنهاية هذا العام، غير شهر 10 هذا. جميل. هلا بقيت في الأردن، انتهت مدة صلاحيتها وهي عندنا، وهون أنا بدي أسأل، طب أنا شحنة جاي للعراق ليش تقعد عندي أنا 5-6 أشهر؟ والله محضر الضبط يا زملاء الأخوان لو سمحتوا. الأصل إنه شحنة أتت للعراق تقعد عندي يومين ثلاثة أسبوع 10 أيام 15 يوم بتروح. لما بدك تيجي تقول لي انه لضرورات امنيه اللي بتحججوا فيها انه ما قدرت تروح، في عندنا كتب بتقول انه في 600 طن ودوهم بهاي من هاي الماده. الان احنا بنشوف بس بعد اذنك دكتور محضر الضبط. نعم. من المؤسس العام للغذاء والدواء. انا بدي احكي عنه. تفضل. انا عشان اسمع تعقيبك. نعم. عليه دكتور. طبعا اتت اخباريه الى زميلتنا سعاده النائب هند الفايز ان هناك من يزور في تاريخ الصلاحية لمواد غذائية. اتصلت بعطوفة الدكتور هاي العبيدات وحرك فرقة إلى المكان
ووجد أن ما قالته صحيحا، وأنه كان في ناس عمال من جنسيات عربية وأردنية وسوريين ومصاروة موجودين، ناس حامل التنر بمسح التاريخ، وناس معه طباعات بطبع الليبل أنه مدة صلاحية شهر 12-2015. لم يكن على هذا المبنى عندما ضبط، وأنا ضبط معي صورة عنه، لم يكن على هذا المبنى أي علامة تدل أنه ذو حصانة، أنه عائد لمنظمة دولية، أنه عائد لسفارة، أن عليه حراسة ولا عليه شيء. ضبطوا، أغلقوا المكان الغذاء والدواء، وتحفظوا على الطباعات. بعد 7 ساعات اشتكوا القائمين على الشحنة إلى الخارجية. اسمح لي سيدي، أنا بدي هاي باب آخر حتى نشوف شو صار في هاي قضية. محضر ضبط، والحقيقة التحية للزملاء في صحيفة الغد اللي نشروا هذه المادة، وزميلة حنان الكسواني تحديدا اللي ذكرت تفاصيل ما حدث. محضر ضبط تم لهذا المنتج اللي دخل على البلد وقاعد في البلد، رغم انك ذكرت انه مصدر للعراق وانتوا وافقتوا عليه انه يدور على العراق، موجود في البلد لهذا الوقت. ليش؟ لماذا الوجود؟ هل هناك، هل فعلا مصنع في الجويدة بطبخ لا سيدي، هو من حلقات الغذاء وتداوله هو التخزين والنقل. جميل. هلا لما دخل الأردن قبل 6 شهور هو أو أكثر، كان مدد الصلاحية دقيقة وقانونية، وأيضا صالح للاستهلاك البشري. بشهر 10 صار في تلاعب في موضوع هو كان أصلا بصلح لشهر 10 أو 11 فقط لا غير. تمام. هلا أنتم ما بتتابعوا، اسمح لي دكتور، مادة غذائية دخلت المملكة لغايات التصنيع لأي غاية كانت، نعم، ومدة صلاحية 6 أشهر، ما بتتابعوا وين خزنت؟ لا سيدي، بنتابع، ما عندنا سيستم، في عندنا برنامج بنعرف لمين راح واستهلك ولا ما استهلكش، تم بيعه ما تمش بيعه، حتى زي نظام الأدوية نفس الشيء، يعني في لحوم تدخل لمستورد فلان بنعرف لمين راحت بالتوزيع منه طبعا. تمام. وهاي الشحنة تابعتوها؟ هاي الشحنة تابعناها سيدي، وكانت قصة من زمان. بس احنا برنامج الغذاء العالمي صح بيحكوا انه عنده حصانة دبلوماسية، بس الحصانة لا يعني التجاوز على قوانين البلد على الاطلاق. الحصانة انك انت تشتغل ضمن القانون، هذا ضمن برنامج الغذاء العالمي. الثاني هذول عمالة وافدة بالنسبة لنا. الثالث احنا تعاوننا معهم في برامج كثيرة بموضوع الغذاء في الزعتري والاخواننا السوريين، وكان تعاوننا معهم كثير كويس، ما كان عندنا اي مشكلة معهم. لكن لما صارت هذه الإشكالية قلنا لا، نعم، ممنوع، هذا مخالف لقانون الغذاء، ويعني بالنص القانوني مسألة تدخل في مسألة تزوير التواريخ. يعني هذا أفهم منه تعقيبا منك على تصريحات أو على مذكرة رسمية للوزير ناصر رجولي. نعم، خاطبنا وزارة الخارجية بضرورة، وضحتوا وضحنا طبعا. نعم، رغم انه المذكره وردينا تقول الحقناها بكتاب اخر، قالوا انه ليش ما طلبتوا مرافقتنا، قلنا لهم ما بنعرف، لانه اللي بيروحوا بالليل شو معرفوا انه هذا في حصانه دبلوماسيه ولا مش حصانة. لكنه لا يتمتع بحصانه لا دبلوماسيه، يتمتع حتى لو كان ولا امتيازات. مين هو هذا هذا المبنى بالتحديد؟ لا لا بالنسبه لي انا ما بقدر احدد يعني مين اللي بتمتع او ما بتمتعش. جميل. انا بالنسبه لي لقيت مبنى بيعمل مخالفات لقانون الغذاء، اخذت الاجراء الفوري والمناسب بموضوع التحفظ والإغلاق. أخي محمد، بس أنا أضيف نقطة. تفضل. إنه بعد ما أغلق مؤسسة الغذاء والدواء، بعد ما أغلقت إجوا رفعوا عليه علم الأمم المتحدة وطلعوا على الخارجية. وقالوا المبنى. نعم، رفعوا. ما كان مرفوع العلم. ما كان مرفوع، لأنه بالهذا هاي التقرير إنه ما في عليه ما يدل. راحوا على الخارجية، الخارجية بتقول لك في أسس، هذا أنتم اقتحمتوا مبنى، علما انه لازم نشكرهم للمؤسسة الغذاء والدواء. لا، هذا انتم اقتحمتوا مبنى له حصانة دبلوماسية. انا بدي اقول الان، انا كنائب وانا كرئيس لجنة صحية في مجلس النواب الاردني، الحصانة الدبلوماسية لا تعني انتهاك قوانين البلد. الحصانة الدبلوماسية تنتهي عندما تبدأ حقوق وقوانين وتشريعات البلد القائمة فيها هذه الحصانة. انا لا يجوز ان استغل انه معي حصانة دبلوماسية وأجي أستأجر مبنى وأحط فيه حشيش أو أحط فيه سلاح أو أحط فيه أي شيء. أنا لا يجوز لي أن أنتهك قوانين هذا البلد. جميل. ولذلك نحن بعد يعني بكرة إن شاء الله سنتكلم في القضية تحت القبة،
إذا سمح لنا رئيس المجلس، لأنه حاولنا قبل يومين وما قدرنا، فإن شاء الله بكرة. وإحنا اليوم اللجنة أخذنا قرار. شو القرار؟ قرارنا والطلب أنه أولا عدم التهاون، أنه إحنا لا نقبل بأن تتم هكذا جريمة على الأرض الأردنية. رقم اثنين أنه لا عدم التهاون مع كل من يستعمل الأراضي الأردنية للتزوير في المنتجات الغذائية والصلاحيات، لأنه هاي جريمة. الجريمة ترى هي الجناية والجنحة والمخالفة، هي لا. جريمة بالقانون. نعم. طيب. بالتالي رقم ثلاثة، وهذا النقطة المهمة، هذه الشحنة لازم تطلع من الأردن بأي طريقة، بنطبق عليها القوانين المرعية، تتلف إعادة تصدير، لأنه أنا أخشى أنه فعلا أن تتسرب إلى السوق المحلي. تقبل أنت بأنت مادة خالصة صلاحيتها وخربانة؟ أنا صدرها؟ لا أنا إعادة تصديرها، مش أنا اللي أصدرها، الجهة، الجهة اللي جابتها. طيب. رقم أربعة، أنا أطالب بتحويل، نحن كلجنة صحية نطالب بتحويل مرتكبي هذا الحادث إلى القضاء الأردني، لأن هاي جريمة حصلت على الأرض الأردنية. إجراءاتكم دكتور هاي تقتصر على الإغلاق؟ القانون واضح، الإتلاف حتتلفوا هاي الموت؟ لا، إما إعادة، بنخير المستورد، إما إعادة تصدير لبلد المنشأ أو إتلاف، هو بتحمل، بختار بين القرارين هذول. هذا بالنسبة لقانون الغذاء. يعني أنتوا الموضوع عندكم منتهي، إما تتلف المادة لدينا هنا في الأردن أو يعيد يعاد تصديرها. المأساة، المأساة أخي محمد، المأساة أن وزير التربية العراقي بيرسل كتاب للبرنامج الغذاء بقول لهم إحنا ما عندنا مانع غيروا التاريخ وإحنا قبلانينها. هذا بتسمح لي الكتاب لو سمحت؟ هذا صور إنه هذا وزير التربية. عمي أنت إذا تريد أن تطعم أبناء العراق علما أننا نربى، شريطة الحصول على، شريطة الحصول على موافقة إنه هاي صالح من المصدر، من المصدر أو من الجهة، يرجى قيام، أنا بس فقط حتى تكون واضحة، يرجى قيامكم بتقديم ما يثبت تمديد فترة صلاحية مادة البسكوت أو بسكت هم سميها، وجعلها 24 شهر بدلا من 9 أشهر بشهادة الشركة المنتجة المادة، وبعد السماح بدخولها للعراق يتم سحب نماذج ممثلة منها لغرض إرجاء الفحوصات المخبرية. هذا كتاب من وزير أو مديرية التربية والتعليم العراقية، وزير، ووزير التربية هو من وقع هذا الكتاب، الوزير العراقي علي، على كتاب وزير الصحة العراقي العراق. ومعطوف على كتاب لوزير الصحة العراقي، وفي كتاب معطوفا من وزير الصحة العراقي. نعم. هذا يعني هذا يخص الشحنة ذاتها. نعم، هذا للشحنة. يعني إذا كان، إذا نحن نقول أن أطفال العراق هم كأطفال الأردن، نحن طيب. من منطلق عروبي، أنا بدي أشكرك حقيقة على هذا الكتاب اللي بيوضح أيضا، من منطلق عروبي أطفال العراق كأطفال يعني الأردن، لا نقبل فعلا جميل. أنه أن يتأذوا، ولكن إن أصرت الحكومة العراقية، إن أصروا أنه يعملوا، تقبلوا تصدروا، تقبلوا تصدروا مواد العراق، يعملوها، يعملوها دكتور في أراضي غير الأراضي الأردنية، تقبلوا تصدروا مواد العراق من عام أو لا؟ لا، هل لا. سبق السيف العدل؟ خلاص، سبق السيف العدل. طيب، أنا بدي أشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين، أنا وقت انتهى، وممكن الوقت نحتاج إلى الكثير من الوقت لتغطية كل هذه المواضيع، لكن مستمرون في نبض البلد بفتح ملف الغذاء والدواء دائما، وبدي أشكر دائما تشريفكم إن بحضوركم، شكرا جزيلا. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد، رؤية كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم، منكم وإليكم، تصبحون على ألف خير.